مساء الفل. بحب أحيي جمهور النادي الأهلي اللي وقف ودعم فريقه، والحمد لله على النتيجة. والله العظيم أنا مش زعلان، كان نفسي نكسب طبعا، وده حلم أي مشجع أهلاوي بيحب النادي بتاعه، إنه الأهلي كان يكسب الماتش، وده هتبقى حاجة للتاريخ. بس من قبل ما الماتش يبتدي ومن قبل ما الحكم يصفر، واحنا عارفين كويس جدا 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 قدر وأهمية وإمكانيات فريق الباير، مدرب محترم، فريق طبعا بيضم أفضل لعيبة في العالم. بس أنا طالع دلوقتي أشكر الفرقة، عملت ماتش محترم جدا جدا، شكرا لكل راجل شارك في المباراة دي، شكرا لموسيماني عمل تغييرات مهمة جدا، طبعا ما غيرتش يعني إلى حد ما من لا من نتيجة ولا من شكل الفرقة، بس إلى حد ما حافظ. والحمد لله طلعنا ب2-0، مش بنتيجة عالية، بس طبعا ده نتيجة إن اللعيبة تعبت. محمد الشناوي شال كور كتير وبقى، وكان راجل في الملعب. بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، ربنا يشفيك يا رب، الإصابة بتاعتك حبيبي إن شاء الله تطلع بسيطة ومتبقاش حاجة جامدة يعني. محمد هاني عملت ماتش أكتر من رائع، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، كهربا، الشحات، طاهر، محمد طاهر اللي كان عامل ماتش فوق الروعة. شكرا لكل الرجالة وشكرا لكل راجل شارك في المباراة دي، الحمد لله رب.